السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في الدورة التدريبية لإعداد مقيمي مكافحة العدوى بمراكز التأهيل الشامل والتابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. معكم زميلكم عادل عنزي من الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية بوزارة الصحة. اليوم بإذن الله راح نتكلم عن 4 معايير أساسية، وهي تعتبر جزء من النموذج الأساسي لتطبيق معايير مكافحة العدوى بمراكز التأهيل الشامل. ننتقل الآن إلى المعيار 4، تقنية التطهير. المعيار هذا رقمه في النموذج الأساسي لتقييم معايير مكافحة العدوى 11. يحتوي هذا المعيار على 13 عنصر راح نتكلم عنها واحد واحد بإذن الله. توفر سياسات وإجراءات تقنية التنظيف، التطهير والتعقيم. هنا نحتاج إلى وجود مستندات وأيضا إلى سؤال الممارسين الصحيين. لابد من وجود سياسة مكتوبة تعتمد على دليل معتمد أو مبنية على مصدر علمي معتمد ويتم اعتمادها من قبل صاحب الصلاحية داخل المنشأة. ثانيا، لابد من سؤال الممارسين الصحيين عن مدى معرفتهم بالسياسة، طريقة الوصول إلى السياسة. لابد من أن تكون جميع السياسات متوفرة لجميع الممارسين الصحيين داخل المنشأة، وأيضا لابد من أن يكون الممارس الصحي يستطيع أن يستخرج هذه السياسة، يقدر يوصل لها، يقدر يعرف مثلا وين موجودة أو طريقة الوصول لها. المحلول المستخدم في أجهزة البخار وإعطاء الأكسجين يجب أن يكون معقم، يتم استبداله بين كل مريض وآخر، ويمكن استخدامه لمريض واحد خلال 24 ساعة. العنصر هذا نحتاج إلى وجود مستندات وسؤال الممارسين الصحيين وأيضا الملاحظة. في البداية لابد أن نشرح هذا المعيار بطريقة أفضل. المعيار هذا يتكلم أنه عند وجود جهاز أو عند استخدام أجهزة البخار وإعطاء الأكسجين لأكثر من مريض، لابد أنه يتم استبدال المحلول المعقم بين كل مريض. وإذا كان اللي هو جهاز البخار وإعطاء الأكسجين يستخدم لمريض واحد فقط، لابد من أن يتم استبدال المحلول المعقم خلال 24 ساعة. ما يمنع أنه يستخدم أو ما يمنع استبداله قبل، لكن ما يتعدى 24 ساعة، لابد استبداله خلال 24 ساعة. بخصوص المستندات، لابد من وجود سياسة مكتوبة مبنية على دليل معتمد أو مصدر علمي موثوق وأيضا معتمدة من صاحب الصلاحية داخل المنشأة. السياسة هذه لابد أنها تشرح هذا العنصر، تشرح طريقة استخدام جهاز البخار وإعطاء الأكسجين، تشرح طريقة استخدامه إذا كان لأكثر من مريض، وأيضا تشرح طريقة استخدامه لمريض واحد وطريقة استبدال المحلول المعقم داخل هذا الجهاز. سؤال الممارسين الصحيين أيضا عن مدى معرفتهم بالطريقة الصحيحة، تحضير المحلول ونوع المحلول المستخدم ومتى يتم تغييره. أيضا ملاحظة طريقة تحضير المحلول من قبل الممارس الصحي. نذكر هنا في الملاحظة، الملاحظة دائما تقسم إلى قسمين، إما أنه أنت ممكن أوكي لما تجي في وقت الزيارة أنك تصادف هذا الإجراء وتلاحظه، أو أنه أنت ممكن تطلب من الممارس الصحي وتسأله عن طريقة التحضير. الأسئلة أحيانا مو بلازم بس تكون شفهيا، أيضا ممكن أنه تطلب منه طريقة أنه يحضرها قدامك، أو أنه يمثل أنه يحضرها قدامك عشان أنت تتأكد من الطريقة الصحيحة. تثبيت القسطرة الوريدية بشكل صحيح وتغييرها بشكل منتظم كل 72 ساعة مع تدوين تاريخ التركيب. هنا نحتاج إلى مستندات وسؤال الممارسين الصحيين والملاحظة. تدوين التاريخ مهم جدا، لأنه من خلال تدوين التاريخ أنت راح تعرف كم المدة اللي مرت على تركيب القسطرة الوردية، هل هي 24 ساعة، 72 ساعة، أكثر من 72 ساعة، وهذا طبعا مخالف أنها تصير أكثر من 72 ساعة. المستندات، لابد من وجود سياسة مكتوبة لطريقة التركيب والمحافظة وتغيير القسطرة الوردية مبنية على دليل معتمد أو مصدر علمي موثوق، ومثل ما ذكرنا سابقا معتمدة من صاحب الصلاحية داخل المنشأة. ثانيا، سؤال الممارسين الصحيين. لابد من أنك أنت تسأل الممارس الصحي، تسألهم الطريقة الصحيحة تركيبها وطريقة المحافظة
ومتى تغيرها. فالممارس الصحي أيضا لابد أن يكون على دراية ومعرفة بهذه المعلومات. ملاحظة أيضا لابد من ملاحظة طريقة تعامل الممارسين الصحيين، تركيب وتثبيت القسطرة الوريدية. أيضا أنت تلاحظ على القسطرة الوريدية تواريخ التركيب عشان أنت تتأكد أنها ما تتعدى 72 ساعة ويتم تغييرها. مثل ما تلاحظون هنا في الصورة اليمين، القسطرة الوريدية مركبة بشكل صحيح ولكن لا يوجد تاريخ، فهنا ما نعرف إحنا متى تركبت. الصورة اللي على اليسار هي الطريقة الصحيحة، تركيب صحيح وأيضا التاريخ موجود واسم الشخص اللي هو ركب القسطرة. في الجزء هذا احنا الآن بدأنا نتكلم عن الأدوية المستخدمة للمريض. إذا توجب استخدام قوارير أدوية متعددة الجرعات يتم تخصيصها لمريض واحد بعينه قدر الإمكان، ويتم تسجيل تاريخ فتحها لأول مرة والتخلص منها بعد 28 يوم ما لم يحدد المصنع تاريخ مختلف لذلك. هنا ذكرنا أنه لابد من وجود مستندات، وأيضا لابد من سؤال الممارسين الصحيين، وأيضا لابد من الملاحظة. إحنا هنا نتكلم عن الأدوية متعددة الجرعات. مثل ما ذكرنا أنه لابد الأدوية متعددة الجرعات يتم تخصيصها لمريض واحد بعينه قدر الإمكان، قدر الإمكان أنها تخصص لمريض واحد. وأيضا لابد من تسجيل تاريخ فتحها والتخلص منها بعد 28 يوم إلا إذا المصنع حدد تاريخ مختلف. المستندات اللي مطلوبة لابد أنه وجود سياسة مكتوبة مبنية على دليل معتمد أو مصدر علمي موثوق معتمدة من صاحب الصلاحية داخل المنشأة. ثانيا لابد من سؤال الممارسين الصحيين عن مدى معرفتهم بسياسة الأدوية متعددة الجرعات، طريقة الإعطاء والحفظ والتخلص. وأيضا لابد أن تكون السياسة سهل الوصول بالنسبة للممارسين الصحيين. أيضا مثل ما ذكرنا ملاحظة طريقة تعامل الممارسين الصحيين مع الأدوية متعددة الاستخدام. مثل ما ذكرنا سابقا أحيانا أنت ممكن تجيهم في وقت يصير فيه إعطاء الأدوية، أو ممكن تلاحظ هذا الإجراء في نفس الوقت. إحنا نذكر هنا لما تستخدم قوارير الأدوية متعددة الجرعات وتم تخصيصها لمريض واحد بعينه لابد من وجود تاريخ فتح العلبة مسجل على العلبة، وأيضا موجود اسم المريض، هذا إذا استخدمناها لمريض واحد. وأيضا لابد التخلص منها بعد 28 يوم من فتح العلبة أو حسب توصية الشركة المنتجة. لكن إذا كانت الدواء متعدد الجرعات يستخدم لأكثر من مريض فلابد من وجود تاريخ فتح العلبة والتخلص منها بعد 28 يوم أو حسب توصية الشركة المنتجة. هنا انتقلنا نتكلم عن الأدوية ذات الجرعة الواحدة أو المسمى بالسينجل دوز اللي هي تحتوي على جرعة واحدة فقط. تستخدم زجاجات الجرعة الواحدة لمريض واحد فقط ولإجراء واحد فقط، ولا يتم حفظها بعد الفتح للاستخدام مرة أخرى. هنا نحتاج إلى سؤال الممارسين الصحيين وإلى الملاحظة. سؤال الممارسين الصحيين لابد من الممارس الصحي يصير على دراية ومعرفة بطريقة الإعطاء وطريقة التخلص من زجاجات الجرعة الواحدة، وأيضا يتم سؤاله هل يتم استخدامها أكثر من مرة أو لا. ثانيا ملاحظة طريقة إعطاء والتخلص من زجاجات الجرعة الواحدة. مثل ما ذكرنا سابقا أنت ممكن تجيهم وتصادف نفس الإجراء هذا وتلاحظه. مثل ما أنتم شايفين هذه بعض الصور لبعض الأدوية ذات الجرعة الواحدة. مثل ما ذكرنا لابد أنها جرعة واحدة، مريض واحد، استخدام واحد، والتخلص من الزجاجة مباشرة بعد الاستخدام بالطريقة الصحيحة. استخدام الإبر والحقن بما في ذلك الإبر مسبقة التعبية لاستخدام واحد فقط. هنا نحتاج إلى سؤال مارسين صحيين وإلى الملاحظة. سؤال ممارسين صحيين، أول شيء لابد أن تسأل الممارس الصحي عن الإبر والحقن هل يتم استخدامها لأكثر من مريض، أيضا طريقة الاستخدام، طريقة الإعطاء والتخلص من الحقن.
ملاحظة طريقة استخدام وإعطاء والتخلص من الحقن الجاهزة. مثل ما ذكرنا أنتم أحيانا ممكن في نفس الزيارة صادف الإجراء وتشوفه وتقيمه عن طريق الملاحظة. أرجع وأكرر المعيار هذا ما يختص فقط لا غير بالإبر اللي هو مسبقة التعبئة، لا هذا يختص في جميع الأبر أنها تعتبر استخدام واحد فقط لا غير. لابد أنها تصير جرعة واحدة، مريض واحد، استخدام واحد، التخلص من الإبر مباشرة بعد الاستخدام بالطريقة الصحيحة. في بعض الأخطاء اللي ودنا نتكلم عنها اللي هو ممكن أن يقول لك أنا أستخدم الإبرة لنفس المريض، أيضا الكلام هذا مرفوض. الأبر تستخدم مرة واحدة فقط، هي استخدام واحد وترمى. استخدام أقلام الحقن كأقلام الإنسولين لمريض واحد فقط، إن نحتاج إلى سؤال ممارسين صحيين وأيضا إلى الملاحظة. في البداية أقلام الإنسولين هي تعتبر متعددة الجرعات، ولكن لا يتم استخدام أقلام الإنسولين إلا لمريض واحد فقط، يعني لابد من تخصيص قلم الإنسولين لمريض واحد فقط، ممنوع استخدامه لأكثر من مريض. نسأل الممارسين الصحيين مثلا هل يتم استخدام أقلام الإنسولين لأكثر من مريض أو لمريض واحد، طريقة الاستخدام، طريقة الحفظ والتخلص من أقلام الإنسولين. أيضا برضو مثل ما ذكرنا الملاحظة، أحيانا ممكن تيجي أنت وتصادف في الإجراء هذا، فلا بد أنك تلاحظ طريقة استخدامهم، هل يستخدمون المريض واحد، هل يستخدمون لأكثر من مريض، حفظ والتخلص من أقلام الإنسولين. عند القيام بإجراءات تداخلية مثل حقن وريدي أو تركيب قسطرة بولية أو وريدية يتم استخدام آلات ومستلزمات معقمة بعد تطهير جلد المريض. هنا نحتاج إلى سؤال ممارسين صحيين وأيضا إلى الملاحظة. سؤال ممارسين صحيين، أنت بتسأل ممارس الصحي عن الأدوات المستخدمة هل هي معقمة أو غير معقمة، بتسأله برضو عن طريقة تعقيم الجلد هل يتم تعقيم الجلد قبل الإجراء أو لا. أيضا ملاحظة مثل ما ذكرنا سابقا أنه أحيانا أنت ممكن تصادف نفس الإجراء وتلاحظه بنفسك، تلاحظ طريقة تركيب القسطرة الوردية أو البولية وطرق تعقيم الجلد قبل الإجراء. هنا نحب ننوه أنه دائما أو غالبا يستخدم الكحول سواب أو المسحة الكحولية في تعقيم الجلد لإجراء الحقن الوريدي أي عند استخدام الإبر، لكن لابد أنه نعرف أنه عند إجراء القسطرة البولية لا يتم استخدام الكحول أو المسحة الكحولية، يتم استبداله بمحلول اللي هو البوفيدون أيودين. إحضار المستلزمات إلى منطقة رعاية المريض عند الحاجة فقط، ويتم التخلص من جميع المستلزمات ذات الاستخدام الواحد فورا بعد خروج المريض، بينما المواد التي يمكن إعادة استخدامها ترسل للتعقيم لإعادة معالجتها. هنا أيضا نحتاج إلى سؤال ممارسين صحيين وإلى الملاحظة. يتم سؤال ممارسين صحيين أدوات المستخدمة والمنقولة للمريض، كمية الأدوات المنقولة للمريض، لابد أنها تصير الكمية المناسبة، يعني فيما معنى أنه ما يأخذ أكثر من حاجته، لأن هذا يعتبر هدر للأدوات. أيضا طريقة التخلص من الأدوات ذات الاستخدام الواحد، لابد من مثل ما ذكرنا سابقا أنه أدوات الاستخدام الواحد هي الاستخدام الواحد فقط لا غير، حتى لو ما استخدمت يتم التخلص منها إذا نقلت إلى المريض. أيضا ملاحظة طرق النقل والتخلص من الأدوات التي يتم إحضارها إلى المريض قبل أي إجراء، مثل ما ذكرنا أنه أنت ممكن تلاحظ هذا الإجراء أو يصادف وقت الزيارة هذه الإجراءات وأنت تلاحظها بنفسك. تطهير الغطاء المطاطي محكم الغلق على قارورة الدواء بالكحول قبل فتحها. هنا أنت تحتاج إلى سؤال مارس الصحي وأيضا إلى الملاحظة. سؤال المارسين الصحيين عن مدى معرفتهم بالطريقة الصحيحة لتطهير الغطاء المطاطي محكم الغلق. أيضا ملاحظة طريقة تطهير الغطاء المطاطي محكم الغلق عند التحضير من قبل الممارس الصحي. ومثل ما ذكرنا أنت ممكن وقت زيارتك يصادف أو تصادف هذا الإجراء، أو ممكن أنك تطلب من الممارس الصحي يطبق قدامك. ومثل ما أنتم شايفين في الصور، الصورة اللي على اليمين الغطاء المطاطي محكم الغلق اللي هو في اللون الأزرق اللي هو المادة الربر اللي يتم اللي هو إدخال الإبرة عن طريقها.
يتم تطهيرها بالكحول سواب اللي هو المسحة الكحولية، طبعا تنتظر من دقيقة إلى دقيقتين أو أنه تنتظر حتى أنه تجف المادة الكحولية من الغطاء المطاطي قبل الاستخدام. استخدام زجاجات المحلول الوريدي فقط من خلال الغطاء المطاطي محكم الغلق على القارورة. هنا نحتاج إلى سؤال مارسين صحيين وإلى الملاحظة. في البداية أحب نذكر أنه حتى المحاليل الوريدية لابد من تطهير الغطاء المطاطي محكم الغلق قبل الاستخدام. فإذا عند سؤال مارس الصحي تسأله عن تعقيم الجزء العلوي، هل يتم التعقيم أو لا، واستخدام المحاليل الوريدية. المقصود باستخدام المحاليل الوريدية هنا كيف يستخدمون المحلول الوريدي، هل يتم الاستخدام عن طريق الغطاء المطاطي محكم الغلق أو لا. ثانيا ملاحظة الطريقة الصحيحة لتعقيم الجزء العلوي المطاطي مدخل الإبرة، وفي نفس الوقت طريقة استخدام المحاليل الوريدية. زي ما أنتم شايفين في الصورتين هنا، هذه الطريقة الصحيحة لاستخدام المحاليل الوريدية عن طريق الغطاء المطاطي محكم الغلق. في بعض الأخطاء الشائعة من بعض الممارسين الصحيين، وهذا غير مقبول، وخصوصا تستخدم في محلول اللي هو النورمال سلاين، اللي هو يتم فتح العلبة من الزاوية، يستخدمون بليت أو مشرط وبيشقونها مع الجيم، أوكي، وبدون يلزقون عليها شطرطون أو تيب وزي كذا، وبيقدرون يستخدمونها أكثر من مرة. ممنوع منعا باتا استخدام المحاليل الوردية بهذه الطريقة. لابد أن تستخدم المحاليل الوردية فقط من خلال الغطاء المطاطي محكم الغلق. توجد منطقة نظيفة لإعداد الأدوية منفصلة عن منطقة رعاية المريض. هنا نحتاج إلى سؤال مارسين صحيين وأيضا إلى الملاحظة. في البداية لابد أن ننوه إلى أنه منطقة إعداد الأدوية لابد أنها تكون منطقة منفصلة عن منطقة رعاية المريض. ما يصلح تكون منطقة إعداد الأدوية أو يتم تحضير الأدوية وإعدادها داخل مناطق رعاية المريض، لابد أن يصير التحضير في المنطقة المخصصة وتكون منفصلة. لابد من سؤال مارسين صحيين عن منطقة إعداد الأدوية، طريقة التخلص من الأدوية، تنظيف منطقة الأدوية، وأيضا أوقات تنظيف منطقة إعداد الأدوية. ثانيا ملاحظة، لابد من ملاحظة منطقة الأدوية، هل هي منفصلة عن المرضى؟ أيضا لابد أن نلاحظ نظافة منطقة الأدوية، ترتيب الأدوية داخل المنطقة، لابد أن تصير نظيفة وفي نفس الوقت مرتبة. مثل ما تلاحظون في الصورة اليمين منطقة منفصلة وأيضا مرتبة ونظيفة، ولكن في الصورة اليسار منطقة منفصلة ولكن مثل ما تلاحظون المنطقة غير نظيفة وفي نفس الوقت غير مرتبة. تركيب كيس البول مع القسطرة البولية وتفريغه بالطريقة الصحيحة واستخدام أدوات الوقاية الشخصية الملائمة. هنا نحتاج إلى سؤال مارسين صحيين وإلى الملاحظة. سؤال مارسين الصحيين، يتم سؤال مارس الصحي عن طريقة تركيب القسطرة البولية الصحيحة، الأدوات المستخدمة وطريقة إفراغ كيس البول الصحيح. أيضا ملاحظة طريقة التركيب وطريقة المحافظة على القسطرة البولية وطريقة الإفراغ. مثل ما تلاحظون في الثلاث صور، الصورة الأولى اللي على اليمين هي طريقة تركيب القسطرة الصحيحة، وأيضا طريقة اللي هو يسمى الكونكشن أو ربط القسطرة البولية مع كيس البول بالطريقة الصحيحة. الصورة الثانية اللي في الوسط هي تشرح المحافظة الصحيحة على القسطرة البولية والكيس البولي. لابد أن يكون الكيس البول أسفل من مستوى المريض. والصورة الثالثة تشرح الطريقة الصحيحة لإفراغ كيس البول مع الصمام الموجود أسفل الكيس. وصلنا إلى نهاية شرح الأربع معايير. أتمنى أني شرحتها بطريقة مناسبة وواضحة للجميع. أتمنى أني غطيت جميع التساؤلات الموجودة لديكم. شاكر ومقدر لكم.